قبل حضراتكم ان انا متهم في الجريمة دي بمحض استعمال محرر مزور. محض استعمال محرر مزور. طب ما انا عشان ادان في استعمال محرر مزور، هو احنا طبعا فاتني ان انا اقول لكم في جريمة التزوير في قصد عام وفي قصد خاص. القصد العام هو العلم بكل الاركان اللي قلتها لكم، علم الجاني بانه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، وأن من شأن هذا التزوير إحداث ضرر مفترض في المحررات الرسمية ويثبت في المحررات العرفية. ده القصد العام. القصد الخاص نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله. لو أنا قاعد بجرب كده وقعدت أصور 10 جنيه وصور توقيع الأستاذ مثلا عبد الحفيظ الروبي عشان يتبسط يعني، وانا بلعب يعني، انا بلعب بس ما يعني ما فيش نيه ان انا هاخد المحرر ده وهعمل عليه حاجه نسيبها للاستاذ الحفيظ، لا انا يعني بجرب ايدي كده انا بعرف اقلد ولا لا يعني. ما فيش نيه لاستعمال المحرر المزور. القانون لا يعاقب على العبث ولا يعاقب الا على نيه استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله. طيب ما هو استعمال المحرر المزور عشان يبقى مؤثم لابد ان تكون حاله المحرر يتحقق بها العلم بان المحرر مزور. ليه؟ لان انا واجب سلطه الاتهام ان تثبت في حقي العلم بان المحرر الذي استعملته واحتججت به محرر مزور. طبعا صور الاستعمال صح ان انا اقول لكم صور متعدده، يعني ممكن استعمل المحرر بان انا اقدمه في الشباك عشان اخد تذكره سفر، او اقدمه في الشباك عشان اخد شهاده مرضيه، او اقدمه المحكمه عشان استفيد به في اثبات امر ما. صور متعدده، والذي يجمع بينها ان الاستعمال هو احتجاج بالمحرر سواء لدى احد الاشخاص او لدى هيئه من الهيئات او جهه من الجهات. احنا بنوصل للكلام ده كله ازاي حضراتكم؟ لما هتقروا اي كتاب في كتب القانون مش هتلاقوا اللي انا قلت لكم عليه ده، مش هتلاقوه. انما اللي انا قلت لكم عليه ده هو حصاد وحصيل، هو الغله اللي انا طلعت بيها من من تجارب السنين ومن تعدد القضايا ومن الدراسه والتامل. التامل ده هو الذي يزيدك يعني. في واحد يقرا كده وخلاص، وفي واحد يقرا ويتامل. دائما اذا ما اقترنت القراءه والتجربه بالتامل يبقى الحصاد بتاعها اوسع.